منذ 7 من تشرين الأول الماضي ازدادت الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة المقدسة وخاصة بحق المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، فقد اقتحم منذ ذات التاريخ المسجد نحو 48,000 مستوطن ومتطرف يهودي بحسب بيانات محافظة القدس، وهو عدد يقارب مجموع الذين اقتحموا الأقصى خلال عام 2023. اليوم هم عم بيحاولوا كل جهدهم بعد الفشل الكبير في غزة، عم بيحاولوا كل جهدهم انهم ينفذوا كل هاي المخططات، وبالتالي دعوات كبيرة جدا لزيادة عدد المستوطنين اللي بيجوا. وقيل انه عندهم شغلتين، شغلة إقامة، يعني صار في طرح لإقامة كنيس في داخل ساحات الأقصى، وتم تخصيص ميزانية خاصة لتغيير السردية الفلسطينية وإعطاء سردية جديدة يهودية سواء للسواح أو لليهود حول ملكيتهم لهذه المنطقة والهيكل، وبالتالي راح نشوف قضايا يعني أسرع خلال الفترات القادمة. بحسب ذات المصادر التي أظهرت زيادة استهداف المقدسيين في المدينة المحتلة، فقد أكدت أن 71 فلسطينياً من مدينة القدس استشهدوا فيها أو على أرضها خلال الفترة نفسها، فيما أصيب أكثر من 240 بالرصاص الحي والمطاطي. وأصدرت محاكم الاحتلال ما يقرب من 346 حكماً بالسجن الفعلي، وهو ما يظهر تصاعد الاستهداف للمدينة وسكانها. من 17 لليوم هناك إجراءات غريبة عجيبة، يعني في القدس بدأت باستغلال قانون الطوارئ، زادت طبعا عدد الحواجز، زاد عدد التفتيش اللي ملوش معنى يعني في الحواجز وإعاقة الناس، يعني الناس بتقضي على الحواجز ساعتين وثلاثة، والناس اللي مربوطة بأشغالها ومربوطة بمدارسها ومربوطة بكذا. هاي التصرفات كلها للتضييق على الناس ولزيادة معاناة الناس، لأنه فعلا يعني واضح أنهم في موضوع تهجير الناس من وين ما كان. وبحسب ما يؤكده الخبراء، فإن المدينة المحتلة على موعد مع مزيد من التصعيد مع وجود حكومة يمينية أكثر تطرفاً من سابقاتها. نهاد حجازي، القدس.